اخويا اش غنقول لك العصاب وحق الله العلي العظيم. انا من الاول عرفت تفرج بريمير ميطا دوزيام ميطا ما كملتهاش، انا عارف عادي رمزي انت غتلعب مع ساندونس مع الجوج او مع الثلاثه ديال النهار، غتحاول ما امكن تلعب على اللياقه البدنيه هي الاولى. الدراري ساليتي معاهم بريمير ميطا حطمتيهم الطريقه باش لعبتي بريسينغ بريمير ميطا، الطريقه باش لعبتي بريمير ميطا بريسينغ درتي عليهم بريسينغ، راه طيحتي من اللياقه البدنيه ديال اللاعبين ديالك. هذا دليل على انك الدوزيام ميطا غتجيريها بامور ضعيفه. وهذا حنا اش كنقولوا؟ كنقولوا للوداد اننا خصنا مدرب من طراز عالي. عادي رمزي مسكين في البدايات ديالو يلا كيجرب فينا حنايا، ولكن الوداد فريق كبير خصو لعابه كبار، وخصو هو ديما كيجي حتى للفينال وكيهدي اللقب للفرق اخرى. هذيك المره هدينا هدينا اللقب للاهلي في 10 دقائق الاخيره، واليوم كنهديو اللقب لساندونز مع العلم اننا كنا رابحين 2-1 في لالي. اذا اش كنقولوا لعادي رمزي؟ حنا ماشي كنقولوا لك انت مدرب في يلا في البدايات ديالك، الله يسخر لك والله يسهل عليك، ولكن الوداد فريق كبير وخصو مدرب كبير. الغياب ديال جبران حتى هو كان عنده تاثير. الغياب ديال جبران لاعب كبير بالنسبه للفرق ديالنا حنا لشمال افريقيا او الدول العربيه، مادام باقي كنعتمدوا على اللعاب، اذا باقي الثقافه الكرويه عندنا ضعيفه. اذا اليوم خصنا نفكروا بان لا مشى لعاب راه ماشي غتهزم فرقه، خصنا يكون عندنا البديل، واليوم ما عندناش بديل، والحمد لله الوداد خصها تعود الاوراق ديالها وتبدا تلعب بشكل انها تعود لقب الا وصلت النهائي خصها تفوز به ماشي تهديه. السلام عليكم الحاج. وعليكم السلام. شفت المباراه ديال الوداد؟ نعم. اولا الوداد عندنا وداد امه قبل كل شيء، واخرها التحكيم لا يوجد، كاين الحياز ما كاينش خط الوسط، كاين حازو واحد الجهه اللي بغاو. يعني الحكم كان ظالم؟ الحكم ظالم بيلانتي واضح ما مشاش ليه، يعني ما عبرهمش، ما كاينش في التيران. القضيه ديال اللعابه كانوا كيطيحوا بزاف. اللعابه وكيدي واحد الوقت كبير كيطيحوا بزاف ديال جنوب افريقيا. ديالنا لاعبين لعب عادي بحال لاعبين في بلادهم، ولكن ما كاينش انسجام ما كاينش. مع ذلك ذاك اللاعب اللي ما لعبش هو اللي كان شويه فيه شويه ديال الدفاعات جبران والمراوغات وجميع الحوايج فيه متوفره. لهذا مبروك على جنوب افريقيا، ونطلب الله الوداد مستقبل اخر. المباراه كانت مباراه عيانه، والوداد ما فيهاش الفرجه، والوداد عياو، والحكام زاد كملها ما لعبش مزيان، ساعد جنوب افريقيا في اللعب. وشكرا للوداد لعبوا الفينال. المباراه دي ما كتشرفش الكره الافريقيه، ما كتشرفش هذاك اللقطات اللي دار الحكام ولا اللي داروا اللعاب ديال جنوب افريقيا، ما كتشرفش الكره الافريقيه. كان هذا النهائي كان عيان. كيف جاك الحكام؟ الحكم عيان، الحكم ما مزيانش، تحيز لجنوب افريقيا صراحه، وهو معروف مع الوداد ماشي اول مره. نقدروا نقولوا تغييب ديال جبران هو كان لا وسط الميدان كان عيان تاع الوداد، كاع اللي جاو لبلاص جبران ما توفقوش. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تي في، تابونا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.